حياك حياك تفضل تفضل يا مرحبا مرحبتين حياك الله نورتنا سعدك الله يعني الله يسعدك ويطول في عمرك. شو اللي جابك لهذا العالم عالم التمثيل والفن؟ هل هو حب الصورة حب الشهرة التمثيل الشهرة شو بالضبط؟ دائما في أشياء عندي تحدث بالتزامن. جميل. الإذاعة المدرسية في مرحلة الروضة كانت يعني جدا مهمة بالنسبة لي. العلاقة بدت بشكل ما يعني مع التقديم محاولة كسر حاجز الخوف مع الجمهور. نعم. تحس أنك أنت حاضر في تقديمك لمعلومة ما لمجموعة من الناس. نعم. الشخص اللي الناس يطالعونه وينتظرون منه ما يقدم. السلام عليكم. بيت الشهرة. بيت الشهرة. تفتح يلا. بيت الأسرار. الله يعينك اليوم. ياسر النيادي. تفضل. حضرتك دائما متبني قضايا الشباب وبتقاتل فيها. نعم. مظبوط هذا الكلام؟ صحيح. طيب ليش شو السر إنك متمسك بفترة الثمانينيات؟ كل شيء في الثمانينات حلو. مثلاً. كل شيء في الثمانينات حلو، الموسيقى اللي كانت في الثمانينات حلوة، التوزيع الموسيقي اللي كان في ذاك الوقت كان مختلف ومميز، الأعمال الدرامية اللي قدمت في منطقة الخليج والعالم العربي، ذكريات الناس وتجاربهم مع أشياء جديدة دخلت على المجتمع. المكان هذا بالنسبة لي أنا يعني من أول ما بلشت في عملي قلت لنفسي مقولة واحدة اللي شو هي؟ الشهرة نتيجة وليست هدف. أنا وجهة نظري أن الفعل أوانه لازم يكون حاضر إنزين ومرتبط على قدر الكلام اللي جالسين نقوله. الخير عود خلصني يلا. أي حدا بيشتغل بالسينما إجا قاعد هون وكلياتكم أحسن سينمائيين وأحسن مخرجين وكلياتكم جوائزكم من هون لهنيك. كم واحد أنتم؟ اللي عارفه ان الجائزه دليل على تميز الفيلم السينمائي المقدم من قبل هالمخرج. تميزه عن غيره. تميزه كلهم متميزين. ثواني بس. تميزه في اطار رؤيه لجنه التحكيم في هذاك المهرجان لهذا الفيلم. والعشر افلام كلهم متميزين. المشاهد من حقه يتعرض للكثير من المنتجات السينمائيه. لطيف. حكيك شو كبير. ايه. كله دعايه وكله حكي وكله ايه. وايد يقولون هالكلام. ايوه. لا كان في ميزان الصدق له وزنه.